الرحيم، الإخوة، زملاء محامي مصر، الزميلات والزملاء الأعزاء من الوطن العربي وإفريقيا، أبنائي الأعزاء من شباب المحامين، تحياتي إليكم جميعا. وفي تتابع لحلقاتنا في إيصال الأمانة، نلتقي اليوم في حلقة مهمة تهم المواطن والمحامي في ذات الوقت، لأن موضوعها يرتبط بأغلبية التعاملات في السوق سواء بالنسبة للمواطن أو المحامي، وهي عن إيصال الأمانة في موضوع تزويره، حيث نلتقي اليوم في حلقة عن متى وكيف تطعن بالتزوير على إيصال الأمانة. وكما تعودنا في بداية حلقتنا وفي بداية دراسة الموضوع نتحدث عن مفهومه. نقول أنه تردد في التعامل في السوق بين المواطنين وبعضهم وبين بعض المؤسسات الاعتبارية التعامل بموجب إيصال الأمانة باعتبار وسيلة لضمان استرداد الحقوق المالية المتفق عليها بينهم. وفي ذات الوقت انتشر موضوع تزوير إيصالات الأمانة فيما عرف سوقيا بضرب الإيصال، ونوضح ذلك. أحيانا عند القيام بسداد الدين الذي تحرر عنه إيصال الأمانة، تطالب الدائن باسترداد الإيصال بعد السداد، وإذا به يعطيك إيصال تقليد أي مضروب يعني مزور، وتذهب بتقطيع الإيصال أو دشته، وتفاجأ بعد ذلك أنه تحرر ضدك جنحة خيانة أمانة بموجب الإيصال اللي المفروض إنك استلمته، أو العكس، بتستلم الإيصال ويتم تحرير جنحة خيانة أمانة بموجب إيصال مزور عليك أو مقلد. ففي هذه الحالة لدينا تصورين هامين. التصور الأول، وهو أنك مقام ضدك جنحة خيانة أمانة والإيصال سليم، ولكن سددت الدين ولست مدينا بشيء. ففي هذه الحالة يقع عليك عبء إثبات براءة ذمتك من أي دين يخص الإيصال المقدم عنه الجنحة. وفي هذه الحالة إما أن تطلب إحالة للتحقيق لتثبت ذلك بشهادة الشهود، أو يكون لديك ورقة ضد بإقرار مثلا من المدين بالتخالص وسداد الدين، بما يفيد أن الإيصال حبر على ورق وبأي صيغة مهما كان الإقرار. أو تطلب الدائن الذي أقام الجنحة لمناقشة أمام المحكمة في شأن الدين. ودي طبعا أمثلة، اللي أنا بقوله ده أمثلة، ولكن أوجه الدفوع وفنون الدفاع كثيرة وتتعدد حسب القضية وحسب أوصافها، وإحنا بنقول أمثلة للدفاع وليس على سبيل الحصر، وبنتحدث عنها في شكل التصور اللي إحنا بنتكلم عنه. ولكن ما يعنينا هنا هو التصور الثاني، وهو أن الإيصال فعلا مزور. قدم الشاكي فعلا في ملف الجنحة سندا له إيصال أمانة، واكتشف أنه مزور عليك. اكتشفت أن الإيصال المقدم ضدك في جنحة خيانة الأمانة إيصال اللي بنقول عليه في السوقية مضروب أو مزور عليك صلبا وتوقيعا، فإنه عليك في هذه الحال إذا قدم المجني عليه أصل الإيصال للمحكمة تطعن عليه بالتزوير صلبا وتوقيعا، وإذا لم يقدمه تجحد الصورة الضوئية المرفقة بمحضر الشرطة إذا كان الجنحة محررة بمحضر الشرطة، وتطالب بتقديم أصل الإيصال، وتطلب من المحكمة إلزام المجني عليه بتقديم أصل الإيصال. فإذا لم يحضر المجني عليه منحتك المحكمة أجلا لإعلانه بتقديم أصل الإيصال، لأنه عندما تطعن عليه يتم تحريز أصل الإيصال لإرساله للطب الشرعي لتحقيق الطعن. وإذا أعلنته بتقديم أصل الإيصال ولم يحضر، وأعلن بشخصه تقديم أصل الإيصال ولم يحضر، تقضي المحكمة لك بالبراءة من الجنحة المحررة ضدك بخيانة الأمانة.
واحنا هنتكلم في حلقة بعد كده ان شاء الله مستقبلا عن اعمال الطب الشرعي في شأن تحقيق وقائع التزوير. ولكن احنا بنقول متى تطعن بالتزوير على الايصال سند الجنح؟ يحق لك الطعن بالتزوير على ايصال الامانة سند الجنحة في اي حالة كانت عليها الجنحة، حتى ولو كان امام محكمة الجنح المستأنفة. المهم ان يكون ذلك قبل صدور حكم نهائي استئناف فيها. كما يحق لك ان تطعن بالتزوير ايضا حتى بعد طلب اجل السداد. يعني انا هقولها بموجز بسيط كده، انت حضرت وطلبت اجل السداد في الجنحة والمحكمة منحتك اجل السداد، وعند الاطلاع على اصل الايصال لدى سكرتير الجلسة اتفاجئت ان الايصال مزور عليك مش هو الايصال الفعلي بتاعك، يبقى بتطعن حتى لو كنت طلبت اجل السداد، لك الحق في الطعن بالتزوير، لان ده الطعن او الدفع الوحيد في الخصومة اللي هو بينهي الموضوع ولازم المحكمة تستجيب له. لان في كثير من القضايا يحضر المتهم او محاميه ويطلب اجل للسداد، وبعد الاطلاع على الايصال يكتشف ان الايصال مزور عليه فيعدل طلبه بدلا من السداد الى الطعن بالتزوير. وفي هذه الحالة تستجيب المحكمة للطعن وتلزمه بسداد امان الطب الشرعي وتؤجل جلسة اخرى لورود تقريره. واذا كان امام محكمة الجنح مستأنفة وكان المتهم حاضرا، تحتجز المحكمة لسداد امانة الطب الشرعي والاستكتاب في نفس اليوم امام النيابة كي تحقق في الطعن المقدم منه بالتزوير على الايصال سند الجنح. اذا لا يمنع من الطعن بالتزوير طلبك اجلا للسداد حتى ولو كان امام محكمة الجنح المستأنف. ولكن لدينا حالة اخرى سنخصص لها حلقة منفصلة ان شاء الله، وهي ماذا تفعل في حالة صحة التوقيع دون صلب الايصال. يعني التوقيع صحيح ولكن صلب الايصال مش صحيح، هتعمل ايه في الحالة دي؟ ده هيبقى لنا حلقة خاصة بالموضوع ده ان شاء الله، لانه موضوع مهم ونحب التركيز في الموضوعات.